شهد اسم الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية احتفال كليات التقنية العليا بتخريج 226 من الخريجين والخريجات الحاصلين على الامتياز والامتياز مع مرتبة الشرف دفعة قادة اليوم للغد 2023، وذلك على مستوى فروع الكليات 16 بمختلف إمارات الدولة ومن مختلف البرامج والتخصصات التي تشمل الهندسة والعلوم الصحية وعلوم الكمبيوتر والمعلومات وإدارة الأعمال والإعلام التطبيقي والتربية. حضر الحفل الذي أقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض أدنك معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، ومعالي الدكتور عبد الرحمن العورة وزير الموارد البشرية والتوطين رئيس مجمع كليات التقنية العليا، وعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين وأعضاء الهيئتين الإدارية والأكاديمية وأولياء أمور الطلبة الخريجين.